جولة الثانية ظهرا من اون لايف، اهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية اوروغواي تاباراي فاسكيز، وذلك بقصر الاتحادية، حيث تتناول القمة بين السيسي وفاسكيز سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، هذا فضلا عن بحث الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة المهندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية. هذا وقد تطرق مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ما تم بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم. وفي السياق ذاته أعلن وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على تعديل مواد قانون العقوبات رقم 283 والمادة رقم 289 ورقم 295 بشأن تشديد العقوبة على جرائم الخطف. وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف. بالنسبة للمادة 283 قصرها على إخفاء الطفل حديث العهد بالولادة أو إبداله بآخر أو عزاه وزولا إلى غير والديه، ويعاقب هنا المتهم بالسجن. بالنسبة للمادة 89 بالنسبة للخطف من غير تحايل أو ولا إكراه، بالنسبة للطفل اللي لم يبلغ 12 سنة ميلاديا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات لمتضرري حادث حريق إمبابة الذي وقع يوم الجمعة الماضية. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار قالت إن التعويضات تتضمن صرف 25,000 جنيه لمنقولات كل شقة، و 5,000 جنيه لكل كشك، و 15,000 جنيه لكل محل، و 10,000 جنيه لكل باكية، و 2,000 جنيه لكل فاترينا. أعلن وزير النقل المهندس هشام عرفات موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم الملاحة النهرية، كما أكد رغبة الوزارة في تفعيل خاصية النقل النهري خاصة نقل البضائع. عندنا خطة شوية لتفعيل النقل النهري بخصوصا نقل البضائع. احنا عندنا طبعا شبكة النقل النهري عندنا ممتدة من اسكندرية ومن دمياط حتى أسوان. النقل النهري من إحدى الوسائل النقل اللي هي رخيصة جدا، اللي احنا عايزين حقيقة نفعلها بالذات نقل البضائع. احنا بنتكلم على نقل البضائع اللي هي بنسميها السوليد بالك او اللي هي بالذات الحبوب، بنتكلم على نقل البضائع اللي هي على الحاويات. فكان يجب ان احنا نبص للقانون اللي بيحدد وبيحط الضوابط المختلفة لتنظيم الملاحة النهرية. الجديد هنا ان الهيئة العامة للنقل النهري حلت محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية. في مواجهة الشائعات حول عدد من القضايا المهمة التي تمس المواطن، صدر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار والتابع لمجلس الوزراء، صدر بيان نفي وتوضيح لأبرز ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عن السلع الاستهلاكية والثانوية العامة. يصوت مجلس النواب اليوم على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2015-2016.
كما يناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تعديل قانوني الطرق العامة والضريبة على الدخل وإصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة. هذا ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والشؤون الدستورية عن مشروع قانون بشأن نقابة الأثريين. أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عددا من التغيرات بالمؤسسات الصحفية القومية، وقد أوضح رئيس الهيئة كرم جبر أن التغيرات تشمل جميع الإصدارات إضافة إلى إعلان أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير. مؤسسة الأهرام، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأستاذ علاء الدين ثابت، مؤسسة الأخبار رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الجمهورية عبد الرازق توفيق، جريدة المساء خالد السكران. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أكد أن القوات المسلحة تعمل بأعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها للدفاع عن الوطن وتأمين حدوده. هذا وقد أشار وزير الدفاع إلى ما حققته ضربة القوات الجوية ضد العناصر الإرهابية في ليبيا من نتائج لردع هذه التنظيمات والقوى الداعمة لها، كما اعتبر أن هذه الضربة تمثل حقا أصيلا لمصر ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه. وتصريحات صبحي جاءت خلال لقائه عددا من الضباط والجنود بالجيشين الثاني والثالث الميداني بالإضافة إلى قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. على جانب آخر، بحث وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي مع نظير الكاميروني بيتي أسومو جوزيف عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على القارة الإفريقية. وقد أكد وزير الدفاع اعتزاز مصر بعلاقتها التاريخية مع الكاميرون باعتبارها دولة مهمة وتلعب أدوارا حيوية تجاه قضايا القارة. ومن جديد ثمن وزير الدفاع الكاميروني دور القاهرة الرامي لمواجهة جميع التحديات في مقدمتها محاربة الإرهاب كونه الخطر الداهم الذي يؤرق العالم. تمكنت قوات التأمين بالجيش الثالث الميداني من ضبط شخصين يستقلان سيارة ربع نقل محملة بكمية كبيرة من المعدات والمواد المتفجرة التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي. هذا وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية إزاء المتهمين والمضبوطات. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة 350 آخرين. وقد أكد البيان وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب والذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الأمنين، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة. ومن جهته أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إلى أن الانفجار أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية وسكن السفير، إضافة إلى إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج. هذا وكان العشرات قد قتلوا وأصيب المئات إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية، كما تضرر العديد من السفارات والمكاتب المهمة جراء هذا الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن ذلك الحادث الإرهابي الغاشم. لا يزال كابوس الإرهاب يلاحق الأفغانيين ويؤرق أحلامهم، ففي جديد المشهد الأفغاني قتل العشرات وأصيب المئات جراء انفجار سيارة مفخخة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة كابول. تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث ناتج عن انفجار سيارة مفخخة وقد قتل وجرح المئات، ولا توجد حصيلة دقيقة للضحايا حتى الآن. خسائر الانفجار لم تكن مادية فقط، حيث تسبب الحادث في أضرار جسيمة بسفارتين الفرنسية والألمانية. وقالت ماريال دوسارنيز الوزيرة الفرنسية المكلفة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية أنه لا مؤشرات حاليا على سقوط ضحايا فرنسيين.
الشرطة الأفغانية أشارت بدورها إلى أن هناك العديد من المجمعات والمكاتب المهمة الأخرى بخلاف السفارتين، ومن بينها مقرات عسكرية إضافة إلى قرب موقع الانفجار من القصر الرئاسي، وهذا ما يزيد من صعوبة تحديد الهدف المقصود من الهجوم. العملية تعتبر مؤشراً على مدى تردي الوضع الأمني في البلاد، وتؤكد أن يد الإرهاب الآثمة لم تمنعها حرمة شهر رمضان الكريم من ارتكاب مجازر بحق الأبرياء الذين باتوا يدفعون الثمن من دمائهم. انتهت جولة أون لايف، لكننا متواصلون.